الخبر التالي، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبورغ في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية المختلفة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، لا سيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي. أيضا التقى الرئيس السيسي مع الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على هامش انعقاد القمة الإفريقية الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرغ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل. أستاذ علي، في أكثر من نقطة هنا محتاجين نتوقف عندها. كثيرا ما نجد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يستثمر مثل هذه القمم والمحافل الدولية في عقد لقاءات ثنائية بين العديد من المسؤولين في دول العالم بما يعود بالنفع على مصر وعلاقتها الخارجية سواء سياسيا واقتصاديا وتجاريا، فلعل ذلك ما يبرر الحقيقة يعني لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس جنوب إفريقيا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحقيقة الاستثمارات الروسية في القارة الإفريقية، وزي ما حضرتك تحدثت حجم التبادل التجاري في 2022 يعني تقريبا بنتكلم على 18 مليار دولار. مصر الحقيقة لها نصيب في مشروعاتها، من مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الطاقة النووية وأربع مفاعلات هناك، بنتحدث أيضا عن أكبر مشروع صناعي روسي في منطقة قناة السويس باستثمارات تقدر بحوالي 7 مليار دولار. هناك آمال عريضة من قبل القارة الإفريقية لزيادة الاستثمارات الروسية فيها، كيف يمكن أن يتحقق ذلك وانعكاسات مثل هذه الأمور على انتعاش الاقتصاد للقارة الإفريقية في ظل ما تعانيه؟ مش بس بنتكلم على تداعيات الأزمة الاقتصادية الآن، ولكن من جائحة كورونا أيضا. أستاذ علي، هو بدون شك في ظل أو منذ تولي رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة الإفريقية أو لقمة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، وهذا فضلا عن طبعا كما نعلم توجه مصر صوب افريقيا اثر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، شهدت زخما كبيرا، وهذا الزخم الكبير في العلاقات ومحل تقدير جميع دول القاره بدون استثناء. الدبلوماسيه المصريه نجحت نجاحا كبيرا، ومصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد العلاقات الافريقيه الدوليه. يعني هناك قمم عقدت بوجود مصري فاعل وقوي، قمم إفريقية عربية من خلال التنسيق مع الجامعة العربية، قمم إفريقية صينية، وكذلك أيضا تعاون مع الاتحاد الأوروبي، تعاون مع الولايات المتحدة، تعاون مع كافة الأطراف، لأن مصر فيما يتعلق باستراتيجياتها مصر لها علاقات استراتيجية مع عدد من دول العالم بشكل كبير جدا، سواء مع الدول الكبرى الفاعلة، سواء مع عدد من الأقطار العربية التي تربطنا بها علاقات وطيدة ومصالح مشتركة. أيضا انعكس هذا الأمر على حرص مصر على مساعدة الدول القارة الإفريقية في تنوع علاقاتها الاستراتيجية أيضا، وهذا أمر له مردوده لا سيما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وأيضا بالجانب السياسي. هذا التعاون من آثاره أيضا أو أحد جوانب التعاون فيه هو التعاون في مجال دعم
منظومة الأمن والسلم الإفريقي لما لذلك من مردود إيجابي على الأمن والسلم الدوليين، وكذلك أيضا التعاون في المجالات الاقتصادية لا سيما ما يتعلق بالتعاون التبادل التجاري، أيضا المشروعات التنموية، المشروعات المستدامة، المشروعات التي تحتاج إلى خبرات فنية من هذه الدول. هذه الدول في حاجة ماسة إلى الدول القارة الإفريقية الغنية بالثروات الكثيرة التي في حاجة إلى استخراجها، وهكذا المصالح مشتركة، الفائدة تعم. الدور المصري في إفريقيا فاعل. دور فاعل وقوي ومشهود ينظر إليه العالم أجمع بعين الاحترام والتقدير. بكل تأكيد يا أستاذ علي، خاصة وأن مصر ليها أيادي بيضاء في العديد من المشروعات التنموية التي تتم في الدول الإفريقية، سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الحقيقة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، القاهرة كيب تاون، هذا الطريق، يعني مصر ليها العديد من المشروعات الهامة التي تهتم بتنمية القارة الإفريقية.